السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أريد أن أوجه تحية خاصة لموقع إيميغو 24 اللي كيلعب واحد الدور مهم في التواصل مع مغاربة العالم ومع الوطن الأم المغرب. فمنذ تأسيس جمعية الجالية بلغو ماروكان للحق والقانون ببلجيكا، وحنا كنستمر البرنامج النضالي في التوعية وفي التحسيس بمشاكل وقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمطالبة بفتح تحقيق في هذا الموضوع لمحاكمة كافة المتورطين في الاستيلاء على أملاك الضحايا. ونحن مستعدون لمتابعة النضال من أجل الحق، ومن المؤكد إيجاد الحل السريع لكي لا يستمر هذا الوضع المؤلم. ففي إطار التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عرفت البلاد المغرب تحولات وتطورات على مستوى استقبال شكايات الجالية المغربية المتضررة بالخارج، وعلى مستوى الخدمات على حسب نوعية وجودة الخدمات بالنسبة للجالية. لهذا نوجه نداء عام للجالية المغربية، وبخصوص نحن هنا مجتمعون في هذا المكان، وهذا النداء لقول أن كل منكم وحسب طريقته يجب أن يقف على قضيته وعلى ملفاته مباشرة على أرض الوطن المغرب. فنحن مستعدون لمتابعة نضالنا، ونتواصل معكم مباشرة لمساندتكم ولمتابعة قضيتكم وصيانة مصالحكم والدفاع على حقوقكم وجعلكم مواطنين أصليين، لكم حقوق وعليكم واجبات، لأننا مع الله الوطن الملك، ولسنا ضد أي اتجاه يعطي الحق للمواطنين. وسنجعل جميعا ملف الجالية المغربية المقيمة بالخارج ملف من الأولويات، لأننا نريد المستقبل أفضل لأولادنا لكي يساهموا بدورهم في تنمية البلاد. ومن هنا نقول لكم وندعوكم بالتعاون والتضامن والمسؤولية المشتركة من أجل إنصاف الجالية المغربية المقيمة بالخارج. ومن هذا المنبر أوجه فائق احتراماتي ونقول لكم دمتم ودمنا في خدمة صالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وشكراً.